جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. إذن البيت لم يدخل، وإنما حد انتهاء الروضة إلى بيته عليه الصلاة والسلام. لو قيل جاءت رواية عند مسلم: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، يقال هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام على أنه سيدفن خارج المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذا على التسليم بصحة هذه اللفظة، لأن أئمة الحديث قالوا إن هذه ليست صحيحة، إنما الصحيح ما بين منبري وبيتي.